أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم جميعاً ضيوفاً ومشاركين في أعمال المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة تحت شعار التحالف ضد الإرهاب، الاستراتيجيات والقدرات. إننا وفي يوم من أيام وطننا العزيز، بعز الله له وبما منحه من قيادة حكيمة وشعب طموح ومقدرات مستدامة، لنذكر وبمداد من الفخر ما تقوم به قيادتنا الرشيدة التي استطاعت في وقت وجيز أن تحول أنظار العالم إليها وهي تعيد رسم استراتيجية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال قيادتها لتحالفات عالمية وإسلامية وعربية لتكون مركزاً للحلول الاستراتيجية والقدرات التقنية العالية. تلك القيادة التي أبهرت العالم أجمع في قمة تجمع قادة العالم الإسلامي في عاصمة السلام لتقدم الإسلام النقي، الإسلام الذي يدعو إلى السلام والتآلف، إسلام الرحمة للبشرية جمعاء وللخلق عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومما قاله خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تلك القمة: لقد عانت المملكة العربية السعودية طويلاً وكانت هدفاً للإرهاب، لأنها مركز الإسلام وقبلة المسلمين، ولقد نجحنا ولله الحمد في التصدي للأعمال الإرهابية، وأحبطنا محاولات إرهابية كثيرة، وساعدنا الأشقاء والأصدقاء في دول العالم في تجنب مخططات تستهدف نسف أمنهم وتدمير استقرارهم. سلمان بن عبد العزيز. لقد سطرت المملكة أروع الأمثلة وأرقى الأخلاقيات في التعامل بحزم مع الإرهاب، ثم بادرت بمعالجة الفكر المتطرف بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار المنهجي، مستثمرة في الحالين قدراتها التقنية والعسكرية، وقبل ذلك وبعده موروثها الأخلاقي. فحق لنا ولكل عربي مسلم أن يفخر بهذه البلاد حمى الله ترابها وأعلى شأنها نصرة وأمنا وأمانا للأمة. أيها الحضور الكرام، إننا إذ نذكر ما تقوم به قواتنا في ميادين العز والشرف، لنستشعر رسالة الجامعات نحو بناء قدرة معرفية مستدامة من خلال امتلاك المعرفة ونقل التقنية وتوطينها، وخصوصاً في المجالات الاستراتيجية وتلك المتعلقة بالأمن الوطني، حين يكون الاعتماد على الذات بعد الله هو الخيار الرئيس وربما الأوحد. إن التحديات العسكرية والأمنية والمعلوماتية المتعلقة بالإرهاب وتداعياته في ازدياد كمي وعمق نوعي، ومتعلقة بشكل مباشر بالأمن الوطني للدول، وتمثل تهديداً للبنية التحتية ومصادر الطاقة وخطوط الطاقة والموارد الحيوية، فضلاً عن العمليات المالية والخدمات الإلكترونية، مما يحتم وجود قدرة ذاتية مستدامة لأنظمة القيادة والسيطرة للتحالفات مبنية على شراكة بين القطاعات العملياتية التنفيذية والمراكز البحثية وكذلك الصناعة. فالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومركز الحرب الفكرية ومركز محاربة الفكر المتطرف والتحالفات الدولية ضد الإرهاب والتمارين الكبرى المشتركة، كل ذلك يمثل تحدياً حقيقياً لأنظمة القيادة والسيطرة، أنظمة قيادة وسيطرة نوعية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة وتكاملها وسرعة الوصول للمعلومات الاستخبارية وتبادلها
وبنيةٍ تحتيةٍ متقدمةٍ للاتصالات، وقدرةٍ على بناء تلك المنظومات بوقتٍ قصير، وجعلها قابلةً للتكيف تبعًا لحجم العمليات وطبيعتها. أيها الحضور الكرام، يأتي مؤتمركم المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة، التحالف ضد الإرهاب، الاستراتيجيات والقدرات، لإتاحة الفرصة للمختصين والخبراء محلياً وعالمياً لتبادل الخبرات والرؤى حول بناء قدرة وطنية مستدامة من خلال نقل التقنية من مراكز الأبحاث وتوطين التقنيات العالمية المتقدمة في مجال أنظمة القيادة والسيطرة. يتضمن المؤتمر 8 كلمات رئيسة و4 حلقات نقاش يقدمها أكثر من 30 عالماً وخبيراً ومختصاً في مجال أنظمة القيادة والسيطرة، وتغطي محاور أساسية نحو بناء قدرة استراتيجية للتحالفات، ومنها تجارب التحالفات العالمية في بناء أنظمة واستراتيجيات القيادة والسيطرة، تكامل أنظمة البيانات الضخمة وأنظمة القيادة والسيطرة لدعم التحالف ضد الإرهاب، إنترنت الأشياء وحماية أنظمة البنية التحتية الحيوية بتمكين أنظمة القيادة والسيطرة، وكذلك حلول القيادة والسيطرة لمكافحة الإرهاب السبراني وإدارة الأزمات، وكذلك الإرهاب التكنو-اجتماعي وتعزيز القدرات الوطنية لأنظمة القيادة والسيطرة لمحاربته. في هذا الإطار تعتبر أنظمة القيادة والسيطرة والأمن السبراني من الأنظمة ذات الكثافة البرمجية بالغة التعقيد التي تتطلب قدرةً بشريةً نوعيةً في مجال تطوير البرمجيات والأمن السبراني، ومبادرةً من المؤتمر للمشاركة في سد هذا الاحتياج واستقطاب الكفاءات المتميزة، تم تنظيم منافستين وطنيتين مصاحبةً لأعمال المؤتمر، الأولى للبرمجيات تحت مسمى هاكاثون أريبيا، والثانية للأمن السبراني تحت مسمى سايبر أريبيا. الأولى قضى فيها المتنافسون 48 ساعة متواصلة من الجنسين للخروج بأعمال مميزة في تطوير التطبيقات والمحاكاة والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والمنافسة الثانية للأمن السبراني استمرت على مدار يومين بإشراف منظمة Air Force Academy، وقد تجاوز العدد في المسابقتين 700 مشارك ومشاركة، وقد سبقها عدة ورش عمل تنفيذية وتثقيفية استمرت على مدار الأسبوعين التي سبقت أعمال مؤتمركم هذا. ويحق لنا بحول الله أن نسعد بتكريم الفائزين من أبنائنا هذه الليلة بحول الله. هذا بالإضافة للمعرض المصاحب والذي يضم العديد من التقنيات الحديثة في مجال برمجيات وتقنيات أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات والأمن السبراني. ختاماً، لا يفوتني أن أشكر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر لحرصه الدائم على الاستفادة من تجارب الجامعات العالمية المتميزة في نقل التقنية وتوطينها. كذلك أشكر سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري لمتابعته الحثيثة لأعمال اللجنة وتسهيل كافة السبل لنجاح التنظيم، وشكر خاص لجميع زملاء أعضاء اللجنة المنظمة، كما أشكر المتحدثين ورعاة المؤتمر لدعمهم ومشاركتهم الفاعلة، وأشكركم أنتم أيها الحضور الكرام على تشريفكم لنا بالمشاركة، وأتوجه إلى الله العلي القدير أن يبارك في الدعم الكبير والتوجيهات السامية التي يحظى بها التعليم ونقل وتوطين التقنية من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وخالص العرفان لراعي مؤتمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد،
رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. رعاكم الله وحفظ الله بلادنا وحماها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، نستمع الآن إلى كلمة جامعة الملك سعود ويلقيها معالي الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر مدير الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في رحاب جامعة الملك سعود لافتتاح أعمال المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة بعنوان التحالف ضد الإرهاب، الاستراتيجيات والقدرات. منذ أن اتخذت جامعة الملك سعود قرارها بالتركيز على الجوانب البحثية، وهي تجتهد في اختيار الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن والمجتمع بأسره لمناقشتها وتحليلها بهدف المساهمة في تقديم رسالة وطنية تسعى إلى تقديم الحلول لمشكلات المجتمع وبحث قضاياه لبناء حياة أفضل تتناسب مع إرادة هذا الوطن. إنما تتمتع به الجامعة من الطاقات العلمية الرائدة في كل مجالات العلوم وأكثرها تقدماً، قد جعلها تشارك بفعالية في تنظيم مؤتمرات مختلفة تبحث أهم القضايا في شتى المجالات، بل والدخول في أكثر القضايا دقةً وتقدماً، كهذه القضية التي يناقشها هذا المؤتمر الاستراتيجي المهم الذي فرضته النقلة الهائلة في مجال البرمجيات والبيانات الضخمة، تلك النقلة التي خدمت الحياة بإيجابية كبيرة من جانب، ولكن هددتها من جانب آخر بالتعدي على أمن وخصوصية المعلومات، ولا سيما العسكرية والأمنية وأنظمة البنية التحتية الحرجة. ولذلك فقد تعاظمت أهمية تطوير أنظمة القيادة والسيطرة في هذا الوقت تحديداً أكثر من أي وقت مضى، مع تزايد التحديات المتلاحقة بسبب الفكر المتطرف وتداعياته وما نتج عنه من عمليات إرهابية إلكترونية عانت المنطقة منها، وبخاصة المملكة العربية السعودية التي تتحمل الدور الأكبر إقليمياً في الحفاظ على هويتها وأمنها وأمن واستقرار المنطقة برمتها، مما يتطلب الحفاظ على مواكبة دائمة للتطورات الحديثة لتلك الأنظمة. ومن هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر العالمي متماشياً مع ظروف المرحلة، واستجابةً واستيعاباً لتلك الدرجة من الأهمية، مما جعل جامعة الملك سعود تبادر بتنظيم هذا المؤتمر الفريد من نوعه ليتناول اتجاهات التكنولوجيا والتطبيقات التشغيلية لأنظمة وبيانات القيادة والسيطرة والأمن السيبراني في المجالين العسكري والمدني. إن الطبيعة المعقدة والمتداخلة لتلك الأنظمة جعلت تبني مركزاً بحثياً متخصصاً لتطويرها تحدياً للجامعات، نظراً لما يتطلبه ذلك من تكامل بيني لتخصصات علمية عديدة. وعليه فقد بادرت جامعة الملك سعود بإنشاء مركز متخصص لدراسات القيادة والسيطرة المتقدمة، ليكون الأوحد إقليمياً والثاني عالمياً لمقابلة الطلب المتزايد للقطاعات الدفاعية والأمنية وكذلك الصناعية والمدنية، وليمثل مرجعاً معرفياً لمساعدة تلك القطاعات
في بناء قدرةٍ وطنيةٍ مستديمة، لتكون هي من يطور ومن يمتلك الأنظمة وبياناتها ذات الحساسية العالية. لقد أسس هذا المركز شراكاتٍ حقيقيةٍ مع عدة قطاعاتٍ دفاعيةٍ وأمنيةٍ لتطوير أنظمة تلك القطاعات واستشراف الجيل الجديد من أنظمة القيادة والسيطرة، بما يتوافق مع الممارسات العالمية والاحتياجات المحلية المتزايدة. أيها الحفل الكريم، إن جامعة الملك سعود وبدعم من القيادة الرشيدة وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، تحمل على عاتقها الارتقاء بمسيرة البحث العلمي واقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة في المملكة وتحويل مخرجاته إلى واقع ملموس لخدمة الوطن والمواطن، لتؤكد بذلك التزامها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن الوطني. لذلك كانت الجامعة وما زالت تساهم في تحقيق أهداف الخطط التنموية للمملكة نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتستثمر عقول منسوبيها في تعزيز أمن الوطن وتحقيق رؤيته الجديدة. ختاماً، أكرر الترحيب بكم، وعلى بركة الله ننطلق اليوم في فعاليات هذا المؤتمر الذي جمع النخب العلمية والفكرية والإبداعية في هذا المجال. فبالعلم نرتقي وبالعلم نصل لتحقيق أهداف وطننا الغالي. شكراً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وذلك امتداداً لدعمه المستمر لجامعة الملك سعود. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لمعالي الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم لدعمه المستمر ومساندته للجامعة، كما أشكر المتحدثين والرعاة والمشاركين وكذلك زملائي القائمين على هذا المؤتمر وكل من تعنى للحضور في هذه الأمسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي المدير. أيها الحفل الكريم، نبقى الآن مع عرض مرئي عن أنظمة القيادة والسيطرة في المملكة العربية السعودية. تنعم المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها بنعمتي الأمن والاستقرار، وقد حرصت المملكة على تعزيز قدراتها الدفاعية وجهودها لحماية الإنجازات الاقتصادية ورفاه المواطن والحفاظ على الاستقرار في الخليج والمنطقة. وتعتبر المملكة شريكاً تاريخياً هاماً ومحورياً في مكافحة الإرهاب، حيث أقيمت في الرياض مؤخراً القمة العربية الإسلامية الأمريكية لتؤكد دور المملكة القيادي في الجهود العالمية لمكافحة التطرف والإرهاب. وكانت المملكة سباقة في التأسيس والمشاركة في العديد من التحالفات المحلية والدولية، مثل التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش. ومع توجه المملكة لنهضة اقتصادية حديثة من خلال البدء بتنفيذ رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يبقى الحفاظ على الاستقرار والأمن في مقدمة الأولويات الوطنية. ولقد واجهت المملكة كغيرها من الدول تداعيات الإرهاب، وكانت في طليعة الدول التي تصدت لهذه الآفة بإصرار وحزم. فمن خلال العمل المتفاني للقطاعات العسكرية والأمنية، حققت المملكة نجاحات كبيرة في قطع دابر الإرهاب والجهات المحركة له، مدعومة بالتطور الكبير لأنظمة القيادة والسيطرة والأمن السبراني. ولقاء إنجازاتها المتعددة والمشهودة على هذا الصعيد، نالت المملكة التنويه والثناء من قبل دول العالم،
وبخطى ثابتة تتابع المملكة الاستثمار في تعزيز قواتها الدفاعية ولا سيما قدراتها الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أوجهه، وذلك من خلال التركيز على بناء منظومة متطورة ومتكاملة لأنظمة القيادة والسيطرة. وفي هذا السياق يأتي المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة الذي ينعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتنظيم من جامعة الملك سعود ووزارة الدفاع ومركز القيادة والسيطرة ومركز التميز لأمن المعلومات، ليكون رافدا لمبادرات وجهود المملكة في بناء قدراتها الشاملة في مضمار القيادة والسيطرة والأمن السبراني وأنظمة البيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء وتعزيز دور هذه القطاعات الحيوية في حماية الوطن. ينعقد المؤتمر هذه السنة تحت شعار التحالف ضد الإرهاب، الاستراتيجيات والقدرات، ليؤكد دور المملكة المحوري في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وعمق وتفرد تجربتها في تطوير أنظمة القيادة والسيطرة لتكون ركيزة أساسية في محاربة الإرهاب وصون الوطن والتعاون مع الدول الحليفة في هذا المجال. ويتناول المؤتمر العديد من المحاور المستجدة في هذا المجال، مثل دور أنظمة القيادة والسيطرة في مكافحة الإرهاب السبراني والتكنو اجتماعي وتعزيز حلول إدارة الأزمات وحماية البنية التحتية الحيوية مع مواكبة التغيرات السريعة في هذا المجال. ومنذ تأسيسه نجح المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة في استقطاب أرفع القيادات العسكرية والوزراء والمسؤولين وأهم الخبراء السعوديين والعالميين في قطاع القيادة والسيطرة والأمن السبراني، الذين أثروا جلسات المؤتمر بخبراتهم ونقاشاتهم الحية، وأصبح المؤتمر أحد المعالم الرئيسية في مجاله، ليس على مستوى المنطقة وحسب بل وعلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة أيها الحفل الكريم، والآن يسرنا الاستماع إلى كلمة معالي المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، فليتفضل معاليه مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. نعيش اليوم ثورة التحول الرقمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة. سوف نشهد أسواق جديدة وفرص جديدة، وعالم الدفاع والأمن ليس مستثنى. في الدقائق القادمة بإذن الله سوف أتحدث معكم على هذا التكامل ما بين الشق التنموي وشق الأمن، ونعرض لكم بعض الأمثلة البسيطة. وأخيراً وليس آخراً سوف نتحدث كيف لهذا المنتدى الرائع والجميل أن يكون لبنة لجميع المبادرات والأبحاث والتطوير في هذا المجال. دعنا نتحدث في البداية عن هذا المفهوم. في ظل التحول الرقمي، التنافسية بين الدول والاقتصادات سوف تبنى على مفهومين: البيانات كالبترول الجديد، وروح الريادة، روح الشباب. في عالم الدفاع سوف تكون التنافس ليس على الأسطول، ولكن على أيضاً البيانات وروح الدفاع، السايبر سيكوريتي والأمن السبراني. سوف نشهد في المستقبل بإذن الله مثل ما رأينا أن نتفليكس وإنستغرام بروح الريادة والبيانات فلست عمالقة في الصناعة مثل كوداك وبلاك باستر، سوف نشهد ذلك أيضاً في عالم الدفاع والأمن. فاليوم بعض الأمثلة: عندنا الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، سوف يرفع الكفاءة والإنتاجية
بقدرة من 6 إلى 10 أضعاف في عالم الأعمال، وأيضاً سوف نشاهده في عالم القيادة والسيطرة وفي دعم رجال الميدان في مكافحة الإرهاب. الواقع المعزز الـ Augmented Reality سوف يكون الأسلوب الجديد لتحسين أداء الطبيب والمعلم والدكتور في كل مجالات الحياة، وأيضاً سوف يكون المنصة الجديدة للتدريب لرجال الأمن ورجال القيادة والسيطرة ورجال الميدان. أيضاً سوف نشهد في هذا التكامل أن موضوع البيانات الضخمة، سمعنا اليوم أمثلة جميلة، أن في عالم الاقتصاد هناك فرصة ضائعة اليوم للاقتصادات بمعدل 0.5% من الناتج المحلي، قرابة 12 مليار ريال لمملكتنا الحبيبة، إذا لم يعمل الشق التنموي في اقتصاد هذه الفرصة. فيما يتعلق بشق أمن المعلومات والسايبر سيكيورتي، هناك أيضاً فرصة وخطر فيما يتعلق بنفس القيمة إذا لم نعزز من القدرات فيما يتعلق بالسايبر سيكيورتي. اليوم with deep learning capabilities مع الارتفيشال انتليجنس سوف نستطيع أن نحسن أداء المعلم في تعامله مع الطالب، سوف نستطيع أن نحسن أداء متخذ القرار في غرفة القيادة والسيطرة ورجل الميدان. هذا المنتدى سوف يكون لبنة رائعة على مثال التكامل ما بين الشق التنموي والدفاع والأمن، وكيف أنهم اليوم وجهين لعملة واحدة. ونحن نفتخر أن اليوم أطلقنا تحت حكومتنا الرشيدة لجنة التحول الرقمي، وهي لجنة ممثلة بأعضاء من مجلس الشؤون السياسية والأمنية وأيضاً مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحيث سوف نتعاون في مجالات البحث والتطوير والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية لإطلاق حلول خلاقة لمشاكل اليوم والغد. في الختام أود أن أشكر جميع القائمين على هذا المنتدى الرائع، وبرعاية مباركة من سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأتطلع أن يكون هذا المنتدى أحد المنصات المباركة لتضافر الجهود الوطنية في دعم المشاريع البحثية والابتكارية. فلا ننسى أن في يوم من الأيام أن الإنترنت كان مشروع لوزارة الدفاع الأمريكية، وأطمح في يوم من الأيام أن نرى المملكة في ظل رؤية 2030 أن تكون قلب العالم العربي والإسلامي للابتكار، المحور للقارات الثلاثة للبحوث، وبإذن الله أكبر قوة استثمارية في حلول اليوم والغد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي الوزير. أما الآن فيتفضل معالي الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان العامة لتقديم كلمة وزارة الدفاع، فليتفضل معاليه مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، أصحاب المعالي، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، أصحاب السعادة، الإخوة الأعزاء الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبرز أهمية القيادة والسيطرة في شتى مجالات الحياة، حيث أن إعدادها وتجهيزها بالشكل الصحيح ينعكس على مدى إمكاناتها وفعاليتها. فالقيادة والسيطرة في المجال العسكري تشمل ترتيب عناصرها المطلوبة من موارد بشرية ومعدات واتصالات ومنشآت وإجراءات لتمكين القيادة من إنجاز أعمال التخطيط والتوجيه والتنسيق والسيطرة على القوات وعلى العمليات لإنجاز المهام المطلوب إنجازها.
وامتداداً للمؤتمر الأول الذي عُقِد في سنة 1437، فإن جامعة الملك سعود وبالتعاون مع وزارة الدفاع تنطلق مجدداً لمواكبة المتغيرات، والجامعة متعاونة مع وزارة الدفاع ومع جميع القطاعات المعنية في هذا المجال، وتطوير مفاهيم العمل المشترك والاستفادة من التقنيات المعاصرة، وحيث أن مهددات العصر الحاضر الإرهاب وخلاياه واستخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة، فأن هذا المؤتمر يأتي ليسلط الضوء على مدى إمكانية دمج وسائل محاربة الإرهاب ضمن التطوير مفاهيم القيادة والسيطرة. إن التطور التكنولوجي في جميع الأصعدة وتسارع وتيرة الصراعات بشكل كبير كان له الأثر الكبير لتحديث وتغيير المفاهيم والعقائد القتالية، والذي ترتب على ذلك تطوير طرق وأساليب وإجراءات نظم القيادة والسيطرة التي تمثل الأساس في عملية إدارة الصراعات المسلحة الحديثة. إن الاستثمار في مجال تطوير نظام القيادة والسيطرة أمراً لم يعد خياراً لنا، وإنما متطلب وطني لتحقيق متطلبات قيادة وسيطرة حديثة مواكبة لتقنية العصر، ويعتمد عليها لاتخاذ القرارات الصائبة على جميع المستويات القيادية العمودية والأفقية بما في ذلك العسكرية منها، وبكل سهولة ويسر، مما يتطلب تطوير وتحسين مفاهيم القيادة والسيطرة والبناء التحتية لشبكة المعلومات والاتصالات المستخدمة. إن هذا المؤتمر وما يحتويه من محاضرات متخصصة وورش عمل مهنية ومعرض مصاحب ودليلاً على الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة على رفع كفاءة الأداء المهني ودرجة الاحترافية لمنسوبي قواتنا المسلحة، وذلك وفق الخطط الطموحة لرؤية 2030، من خلال الاستفادة التامة وتبادل الخبرات من بين جامعاتنا العملاقة والقطاعات العسكرية والقطاعات الخاصة والمؤسسات الحكومية، وتقديراً لأهمية القيادة والسيطرة ودورها الفعال في رفع الكفاءة لأي قوة عسكرية، سيكون له دور فاعل ومثمر بإذن الله تعالى. ونحن في وزارة الدفاع ووفق تطلعات وطموحات سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نسير في اتجاه تطورات مجالات العمل في قواتنا المسلحة بأشكالها، ويأتي في مقدمة أولوياتها تطوير منظومة القيادة والسيطرة لتتحقق السيطرة، طبعاً بمنظومة C4I، والآن نتطور إلى C5 وجميع المنظومات المتطورة، ودمج جميع الأعمال الأمنية الإدارية والتموينية والعملياتية ضمن منظومة متكاملة حديثة. أتمنى من الله أن يحقق في هذا المؤتمر الفائدة العلمية المرجوة من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات في تقنيات القيادة والسيطرة والمجالات المرتبطة بها، ومتابعة توصيات المؤتمر السابق. وختاماً، لا يفوتني أن أستذكر دور شهداءنا الأبطال رحمهم الله، والمصابين والجرحى من شفاهم الله، الذين أدوا واجب الدفاع عن حدودنا ببسالة وشجاعة ليبقى وطننا عزيزاً شامخاً آمناً بتوفيق من الله وعونه، في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين. وأتمنى لمؤتمركم النجاح إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لمعاليكم، وندعوكم وأصحاب المعالي ودكتور عبد الله أيضاً لتكريم الشركات والمؤسسات الشريكة في هذا المؤتمر، وهي شركة نورثروب جرومان
الشريك الاستراتيجي ويتسلم درع التكريم المهندس وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية. شركة أرامكو السعودية شريك ماسي ويتسلم درع التكريم المهندس عبد الرحمن المعيقل رئيس أمن المعلومات في الشركة. لوكهيد مارتن شريك ماسي ويتسلم الدرع التكريمي المهندس آلين شنودا الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية.